قصص عربية. الصبيان ذوى النجمة. في قديم الزمان عاش إمبراطور كريم ووسيم، كان يحكم أكثر من نصف العالم، وفي مملكته عاشت أكثر النساء جمالاً، لابتيزة. كانت لابتيزة ابنة الراعي، وعرفت بشعرها اللامع وبشرتها الناعمة، مما جعل كل من بالبلدة ينبهر بجمالها، حتى الطيور والحيوانات والأشجار. لم تكن فقط أجمل النساء، بل كانت أطيبهن أيضاً، فكانت ترعى قطيعها وتهتم بكل من حولها، ولم يقتصر الأمر على الطيور والحيوانات، فجمالها وطيبتها دفع النجوم إلى حبها، مثل النجمة لين. لابتيزة، أنت طيبة جداً، لقد راقبناك من السماء وانبهرنا بطيبتك وجمالك، ولذا لك منا هدية. هدية؟ بالتأكيد، بعد 6 أشهر من الزواج سترزقين بتوأم من الذكور، صبيان لهما نجمة. صبيان لهما نجمة؟ أجل، نجمة لامعة على جبينهما، وسيبقيان حولك لحمايتك. النجمتان سلاحهما، لن يؤذيهما أحد، سيكونان أوسم وأذكى صبيان على الأرض. ثم صمتت لين واختفت في السماء. في اليوم التالي كانت لابتيزة تسير بقطيعها في المراعي، ثم سمعت أصوات أحصنة، فاستدارت واندهشت لرؤية الإمبراطور يقترب منها مع بعض جنوده، وبمجرد رؤيتها وقع في حبها. ما هو اسمك؟ اسمي هو لابتيزة. كان هذا كافٍ. ترجل الإمبراطور عن حصانه وتحدث مع لابتيزة لوقت طويل. أحب الإمبراطور الراعية الجميلة وطلب منها الزواج، فوافقت لابتيزة بعد أن أثار إعجابها أيضاً. لكن لم تمضي الأمور بسهولة، فقد كان أحد رجال الحاشية الذي يدعى موريك يريد لابنته أن تكون الإمبراطورة. لم يعلم الإمبراطور هذا ووثق به. وكيف يمكن هذا؟ القصر له تقليد لا يمكننا إلغاؤه، إنها راعية، إذا أرادت الزواج بك فلا بد أن تقدم لك شيئاً قيماً، ووقتها يصبح الزواج متكافئ. لكن إنها فقط ابنة الراعي، وليس من العدل أن نطالبها بشيء قيم. التقاليد هي التقاليد يا سيد الإمبراطور، أنا لم أصنعها، وكونك إمبراطور عليك أن تلتزم بها. لكن عفواً، لدي شيء قيم أقدمه. بعد 6 أشهر زواج سأنجب توأماً من الذكور بنجمتين على جبينهما، سوف لا يقاران، وسيحمياني أنا والمملكة كلها. أهذا حقيقي؟ وكيف لنا أن نتأكد أنك لا تكذبين؟ إن اتضح لكم كذبي فضعوني وقتها في السجن مدى الحياة. ماذا؟ لابتيزة؟ لا، سامحني أرجوك، إن كنت راعية أو إمبراطورة فالوعد هو الوعد، أنا أثق بكلامي وأثق بنفسي. وافق الإمبراطور متردداً، وتم الزواج في اليوم التالي. ابتهجت المملكة كلها واحتفلت أياماً. لم يتمكن موريك من منع الزواج، ولكنه لم يقبل الهزيمة. مرت الشهور واقترب موعد الشهر السادس. ازداد شعور موريك بالقلق مع كل يوم يمر، وأخيراً قرر أن يدبر مؤامرة ضد مملكته.
تريدون أن نهاجم المملكة؟ سنهزم. أعلم، لكن ماذا يهمك؟ سأمنحك حقيبتين من الذهب، وإذا أسرت سأحررك وأمنحك المكافأة. غدا سوف ينتهي الشهر السادس، علي أن أفرق الإمبراطور عن زوجته. اذهب. في اليوم التالي علم الإمبراطور أن شعبه في خطر، واحتار بين زوجته وبين واجبه في حماية شعبه. اذهب أنت الآن، أنا بخير. أسر الإمبراطور المهاجمين ثم أسرع بالعودة، لكن موريك أوقفه. اليوم هو آخر الشهر السادس يا مولاي، وسوف تغرب الشمس، ولم يظهر آثر للصبيين ولا النجمتين. الوعد هو الوعد كما قالت. لا يهمني، ولن تدخل إلى السجن. أفهم هذا، فالإمبراطورة يمكنها حنث الوعد. لا أبداً، أعلم أنها مؤامرة ضدي وضد المملكة، لكن حتى يصدق كلامي سوف أعيش في السجن. صدمت المملكة وتعجب الجميع لما آل إليه الأمر. الجميع عدا موريك الذي تسلل تلك الليلة وصار إلى البحر. إن هذا سحر، كيف كبرتما في يوم؟ اصمتا. لم يعلم القصر أن وعد لين قد تحقق. رزقت الإمبراطورة بتوأم من الذكور في الليلة السابقة، ورأى موريك هذا. نامت لبتيزة بجوار ابنيها، واستيقظت في الصباح لتجدهما قد اختفيا. أراد موريك أن يبعد الصبيين بعيداً، بعيداً جداً، وأعد لهما خطة. وضع الصبيين في قارب ودفعهما بلا رحمة في البحر. ستصبح ابنتي إمبراطورة، وسوف أحكم نصف العالم. لن أترك تلك الرعية وابنيها يفسدون خطتي. طاف القارب لساعات حتى حدثت عاصفة. كانت الأمواج عنيفة وهزت القارب بعنف، ولكن الصبيان كان يضحكان. ثم أتت موجة كبيرة، دفعت القارب داخل المياه الغاضبة، لكن بدلاً من أن يغرقا تحول الصبيان إلى سمكتين، وقفز من القارب بسعادة وسبح في العاصفة. وفي القصر، أقدر حزنك تماماً يا سيدي، ولكن شعبك لديه أمال وأحلام. عليك أن تفكر به، وعليك أن تتزوج. موريك، لن أتزوج ثانية أبداً. فقط من أجل شعبك يا مولاي، فهو لم يخدعك قط، ويحتاجون الإمبراطورة. لا أعلم. أتسمح لي يا مولاي؟ لما لا تتزوج بابنتي؟ إنها تعلم وسوف تتفهم حزنك. افعل ما يحلو لك، لا أهتم. لم يضيع موريك وقتاً، وأعد ترتيباته لإتمام الزفاف في نفس الأسبوع. وبعد أيام وجد صيادان سمكتين براقتين في شباكهما. لنقدمهما إلى الإمبراطور. أجل، سأتزوج اليوم، إنها هدية مثالية. لا، لحظة، لا تقتلنا. أيمكنهما الكلام؟ أجل، نحن لسنا عاديين، لا تقتلنا. لكن ماذا تريدان أن نفعل بكما؟ أحضر وعاء واملأه بالندى، وبعد أن نسبح فيه اتركانا على الحشائش لنجف. نفذ الصيادان طلبهما، فهما سمكتان ناطقتان.
وبعد أن سبحت السمكتان وضعهما الصيادان على الحشائش اليجفة، وبعد أن جف تماماً تحولا إلى صبيين يافعين، كانا وسيمين وعلى جبينهما نجمة. من أنتما؟ نحن الأميران، ابن الإمبراطور والإمبراطورة لبتيزة. علمت أنها لا تكذب. علينا أن نصل للقصر ونمنع الزواج. غطيا رأسيكما، لا تظهر النجمتين لأحد، سنأخذكما للقصر. كان القصر مزدحما والكل ينتظر الحفل، ولكن لم يكن أحدهم سعيدا. اهدأوا جميعا، نعلم جميعا أن الإمبراطورة سيتزوج ابنتي، والآن سوف... انتظر. ماذا؟ كيف تجرؤان على مقاطعة أحد رجال قصري؟ نحن ولداك يا أبي، الصبيان ذو النجمة. ماذا؟ وكيف هذا؟ هذا الرجل تابعك تركنا في البحر لنموت حتى يجعل ابنته إمبراطورة. أراد الحكم ولكن نسى أن النجوم نفسها تباركنا ولن يقتلنا. موريك، أحدث هذا؟ أمسكوه. ابناي. أرسل الإمبراطور على الفور إلى لبتيزة وحررها من سجنها وعانقت الصبيين. كانت النجمة لين محقة، فالصبيان أصلهما طيب والطيبة تهزم الشر دائما. حكم الإمبراطور والإمبراطورة أعواما عديدة ومعهما الصبيان ذوى النجمة. النهاية.